التقى الأستاذ فادي حسن باعوم رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري بالأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة بمكتبه في مقر الأمانة العامة في العاصمة عدن. ورحب النائب الأمين العام برئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري مشيرا لأهمية العمل على تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتوحيد الكلمة وتدعيم النشاطات الوطنية بتكاتف الجميع من أجل إعلاء مصلحة الجنوب وتحقيق طموحات وأمال شعبه. وناقش اللقاء آخر المسجدات على الساحة الجنوبية والوضع السياسي العام والسبل الممكنة لتنسيق العمل الوطني الجنوبي. ووقف اللقاء أمام عدد من القضايا المتعلقة بالجنوب، كما استعرض الاستعدادات الجارية لإقامة فعالية الاحتفاء بالذكرى 59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، والتحضيرات والنشاطات المشتركة التي من شأنها إظهار هذه الفعالية بالشكل المطلوب الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية.